خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف نتمنى كده تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا معانا النهارده في أربعة شارع شريف. عندنا النهارده حاجات لذيذه وفقرات حلوه وعندنا النهارده اكل حلو قوي 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 مع ريما بوريش. اهلا يا بوريش. حبيبتي انت اتنقعتي في الشارع. انا ما عرفتكيش لما ايه ده؟ ده انا مبسوطه قوي. انت اه حلو. اه انا بحب بص انا من محب الصيف والشمس والبحر بصراحه. خدتي تم ما حصلش. وشعرك لونه اتغير اصلا. ايوه انا كلي اتغير. طيب منوره. من بنورك. عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عامله لكم النهارده فتت كبده اسكندراني وعامله بطاطا حاره بالكزبره وعامله ليزي كيك. مين؟ ليزي كيك. ليزي اه. يعني كيكة كسلانة يعني ليزي ليزي كيك. أنا سمعتها ليدي. لا ليزي كيك. ليزي كيك. أوكي منور. عشان بتتعمل من غير كيك. من غير كيك؟ اه أهلا بيكي. أهلا بيكي. بعد ما نخلص الأكل الحلو ده مع ريم أبو الريش عندنا النهاردة في الورشة حاجات حلوة قوي. عندنا واحدة من ملوك صناعة الكليم في مصر وعاملة حاجات هتعجبكم جدا. تحية كبيرة للأستاذة إيمان شهاب مؤسسة مشروع كليم تو فيت. أهلا. ازيك؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه دي؟ اشكرك جدا. انت منورانا. الله يخليك. هنشوف ايه النهارده جديد؟ هنشوف كولكشن جديده بانسبريشن فرعنه
وكراسي وشنط وكريم. الشنط تجنن والوانها فظيعه منورانا. اهلا وسهلا بيكي ايمان. نختم بقى النهارده مع الرحاله اللي كل ما افتح الفيسبوك او الانستجرام الاقيها في بلد شكل غلبتنا معاها، وده حاجه كبيره قوي لميسر. اهلا اقعدي بقى، الطيارات بتقول لك كفايه. اه والله رايحه جايه جايه، مش معقول. بحب السفر يا شريف قوي، بحب السفر. رحاله فعلا منوره بنورك والله. انت عايز اقول لكم حاجه بقى، كنت في ايفنت وهي كانت في نفس الايفنت، وبعدين انا يعني كنت بشتغل طول النهار، فجاه لقيت نفسي هموت من الجوع، ببص ما لقيتش معايا المحفظه بتاعتي، قلت لها تعالي اعزميني على الاكل. اكلتني احلى اكل اسكندراني. يا شريف منوره. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده اليوجا هنربطها بالطاقه، علاقه اليوجا بالانرجي، وهنتكلم بقى على الطاقه كتير يعني. اوكي الشاكرا؟ كله 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 الحقل الطاقي كله الحقل منوره. عندنا كمان النهارده مزازيكي مع مطرب الشارع العبقري حسام حسني. اهلا لا الحته الصمامه حصلتش يا مساء الجمال، ايه رايك؟ منور حبيبي. وفي البنطلون برضو صمام؟ اه طبعا ورين. عارف انت اللون الصمام يا وائل؟ ها؟ الصمام في مين؟ فبيقول لك اللون ده حبيبي في الالوان. ما انا عارف ضايع ضايع. ازيك يا اولاد وحشيني والله. هنغني دلوقتي لحبيبك؟ عاصي الحلاني. اه الاستاذ عاصي الحلاني. مالي صبر يا ناس. مالي صبر. يلا نغنيها وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم عندنا في المطعم نعمل احلى اكلات مع ريما بوريش. خليكم على سماحته مزيكا. صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحي صار ما عاد يحملني. مالي صبر على النار والنار تاكلني والجسم ناحي صار ما عاد يحملني. شدت القلب يا كي لا يكفي لك حبك، ما القلب مكوي كي قلبي على قلبك. شدت القلب يا كي لا يكفي لك حبك، فالقلب مكوي كي قلبي على قلبك. يا طيور بالعالي حنوا على حالي، يا طيور بالعالي حنوا على حالي. مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي، مطرح ما هو الغالي بالغالي والدود. ومالي صبر يا ما هوبا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع النهارده عندنا سفره شهيه شكلها حلو والاكلات حلوه قوي 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 وطعمها شهي جدا جدا. والتاني مره معانا ريما بوريش. ازيك يا ريم؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ انت منوره. انت اللي منور. وحشتوني. وانت اكتر. انت جايه مخصوص من الساحل؟ بص انا كنت كده كده جايه يعني، بس انا كنت بصراحه كنت هنزل لك مخصوص. ومسافره بعد الحلقه؟ ومسافره بس مش النهارده، بس مسافره. هاتي ويك اند. ثانك يو. مش حابب تصوري الحلقه دي في الويك اند يعني، فبقول لها كده ويك اند. طيب تعالي كده نشوف الحاجات اللي انت عاملاها النهارده. يلا. انت عامله حاجه اصلا جديده شويه بالنسبه لي، هي فتت الكبده الاسكندراني. اه جديده دي خالص. انا عارف الكبده الاسكندراني بنعملها سندوتشات حاجات زي كده، بس انت عاملاها فته. احكي لنا هنا في ايه؟ هنا في ايه؟ بص بقى، في عيش محمص مش بلدي، عيش شامي او لبناني، وفي رز ابيض زي اللي احنا بنعمله للفته، وفي كبده اسكندراني متبله معموله اسكندراني عادي خالص. أوكي. زي الكبده الاسكندراني. أوكي. وفي صوص بنحطه. أوكي. فوق الرز. وجنبها؟ جنبها بطاطا حاره. دي بطاطس. إيه بطاطس ولا بطاطس؟ لا بطاطس، هي اسمها بطاطا حاره عشان ده الاسم اللبناني بتاعها. هي بطاطس حاره عشان المصريين. احنا بنقولها بطاطس. بطاطس حاره. بطاطس. اوكي. ودي معموله بالكزبره طبعا. أوكي. هقول لك برده تتبيلتها. هنحلي ايه؟ ليزي كيك. ليزي كيك اللي هي اف يو فيل ليزي، يعني كسلان تقوم تعمل كيكه. تعملها عشان سهله. عشان سهله. اوكي نبتدي بالفته. بالفته. يلا قول لنا المقادير اللي عندك. اتفضلي. هنحتاج اول حاجه نص كيلو كبده شرايح، معلقتين خل،
ملح وفلفل، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، ربع معلقه جوزة الطيب، حوالي 10 فصوص ثوم، زيت كتير، يعني شويه زيت الكبده لازم زيت كتير، معلقه كبيره طحينه وفلفل رومي. ده بالنسبه للكبده. نخش على الصوص بقى اللي هنحطه على الكبده. علبه زبادي كبيره، عصير ليمون، ملح وفلفل، نص معلقه كمون ونص معلقه كزبره ناشفه، 3 معالق كبار طحينه. وهنعمل العيش المحمص اللي هو العيش الشامي ده، وبحط عليه برده كمون وكزبره. وللتقديم هنحتاج رز ابيض وبقدونس. اوكي، ممكن بقيه الرز اللي بقيت عندنا نستخدمه بالظبط كده، اي رز ابيض. طيب يلا، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنتبل الكبده. هنعمل تتبيله الكبده. اوكي، ونقلبها ونحط جزء منها على الكبده وجزء. قول لنا بقى هي ايه. بص بقى، هنحتاج اول حاجه ليمون بقى جنبك بقى كده، الليمون. نحط الثوم، شويه ثوم حلوين كده، ونحط لهم الليمون. بصي، مش هنحرك الحاجات كتير عشان الكاميرا. اوكي، ليمون اهو، ليمون بخل، خل. اوكي وهنحط ملح وملح وفلفل وكزبره وكزبره ناشفه. كزبره ناشفه اهي، وادي الفلفل وادي الملح. اوكي، كمون. الكمون دول خلاص كده مش عايزاهم. وسط الطيب دول خلاص مش عايزه ده خلاص. اوكي اوكي، ونقلب. دي التتبيله بتاعت الكبده، صح كده؟ ايوه. اوكي، انا حاسه بس ان احنا هنحتاج ملح اكتر، صح؟ انا حطيت ملح كتير. يلا اتفضلي. بص بقى هنعمل ايه. هحط نص التتبيله على الكبده. طبعا الكبده دي على طول عليها قلق، تتغسل ولا ما تتغسلش؟ صح. ولو اتغسلت بتبقى زفره ولا ما بتبقاش زفره؟ هقول لك طريقه بقى. اتفضلي. حلوه قوي الغسيل الكبده. انا بحط الكبده في مصفى وبحط لها لبن، بحط عليها لبن، ما بحطش ميه خالص. اوكي، الكبده لما بيتحط لها لبن بتتشطف بلبن كده، الزفاره بتاعتها بتروح. اوكي، بص بقى، حطينا التتبيله اهي، وهنحط، انا خايفه بس دي تسخن قوي. هتحطي زيت؟ هنحط زيت. اوكي، وهحط مع التتبيله دي اهي معلقه الطحينه دي وطحينه. بس هنقلب بقى الحاجات دي مع بعض. وكده ده جاهز. احكي كده عملتي ايه هنا بقى تاني؟ معلش. هنا بقى حطينا تتبيله الكبده اللي هي توم وليمون وخل وكزبره وكمون وملح وفلفل، وحطيت معلقه الطحينه هنا. هنزلها في النار. هقول لك بقى احنا هننزل ايه في النار الاول. هننزل الاول ده الاول اللي هو بقيه التتبيله. ايوه، تشم ريحتها وبعدين. اوكي، نحط بقى ايه. يلا. الله الله الله، ده النفس بقى. ونروح من بقى الريحه تجنن. هننزل بقى دي. الكبده بتستوي بسرعه. بتستوي بسرعه، ولو استوت، لو اتثبت على النار كتير بتنشف. مش بتنشف. هنسيبها بقى ايه؟ بتعجن. تاخد لون وتستوي. تعالى بقى نحمر العيش. يلا بينا. يلا بينا. بس حضرتك ده على النار. اوكي. عشان هو سخن شويتين. انا عندي هنا اوريدي هو عيش متحمر. ده بص، ده عيش شامي. شامي بالظبط. بص اهو. فين؟ اهو. اوكي، بس عايزه اشوف. انا محمره شويه اهو. اوكي، لسه بقى محمر. يلا الباقي وادي حمار. وخلي بالك ده يعني في ثانيه بيطلع. أوكي. لانه ما بياخدش وقت وبياخد لون بسرعه جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنعمل ايه؟ احنا عندنا الرز السخن، هنطلع الرز. احنا عندنا بقى رز ابيض عادي، اي رز عندنا. اوكي، شوفي بقى انت طلعي ده وقت ما تعوزي. اوكي، والرز هو اجيب لك طبق الغرف. انت كده خلصتي. هنعمل بقى الصوص اخر حاجه. طيب هقول لك دلوقتي هنعمله ازاي. على ما نجيب طبق الغرف اللذيذ ده. طب تعالي بقى انت اعملي الصوص. هقلب بقى دي. عشان لما تبتدي تستوي هنحط لها الفلفل. لما تبتدي تستوي. لسه الفيل. لسه ده خلاص. يلا ننزل الفلفل بقى يا ريم. الفلفل ايوه، وما نسويهوش قوي، صح؟ الفلفل اخر حاجه عشان ما يبدلش قوي. نعمل بقى الصوص. اتفضلي.
نعمل بقى بص بقى يلا عباره عن زبادي. اوكي زبادي زبادي مع نص كوبايه نص معلقه كمون ونص كزبره ملح وفلفل برضو وليمون. يلا ليمون وملح وفلفل ملح وفلفل وهنحط بقى بص هنحط طحينه دول 3 معالق كبار. اوكي نسبه الطحينه والزبادي بقى ممكن الواحد يزودها على حسب ما بيحب يعني لو عايز تزود طعم الطحينه هتزود الطحينه اكتر من كده. اوكي الصوص ده اللي هيتحط على الرز والكبده. ايه اول حاجه بتتحط الرز؟ اول حاجه العيش العيش الاول مش الرز؟ العيش وبتسيب عيش في الجنب عشان يفضل مقرمش طيب. ما يبقاش كله ما يطراش كله. هبتدي انا اغرف لك اهو. بص إيه. بقى كمان هنعمل حاجه تانية في العيش هقولها لك. حط عليه ايه؟ هنحط عليه رشة كمون ورشة كزبرة عشان العيش نفسه يبقى ليه طعم. اوكي ده ايه ده ماشي. دول الكمون والكزبرة مع العيش. بعد كده نحط الرز. بعد كده هنحط الرز. وادي الرز بتاعنا. اي رز بايت عندكم؟ اي رز ابيض. اوكي لا حط 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 عشان انا بحب الرز الكتير. حاضر. ايوه حط كله حط كله حط كله. ايوه 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 كده ايوه كده. لما خلينا ناكل ونشبع. وممكن بقى ايه بعد ما نخلص لو في عندنا عيش نحط عيش في الطرف. أوكي. عشان ما يبقاش عشان يبان ان في عيش وما يبقاش كمان كله طري. هننزل بقى الكبده؟ لا ننزل الصوص بقى بجد وكبده على فوق. اهو الصوص الجاهز اهو انا عاملاه. حطي ده وده لو عايزه. حط ده وده غرقيها صوص. بص انا كده كده بخلي صوص بره كمان عشان لو حد عايز صوص زياده. ماشي انا احب بقى الحاجات دي تبقى ايه مليانه صوصات وانا كده. وفي الاخر خالص هنحط الكبده. هنحط بقى ايه كبده. استنى ازود صوص كمان وعليها من فوق كزبره. عليها كزبره عليها بقدونس يعني ده جارنش في الاخر. وهي الكبده اهو اللي تحت دول مهمين قوي. ايوه عشان هي بتبقى فيها صوص. ونغرقها من فوق بال تحط لها بقى ايه حلو قوي. تسلم ايديكي. هي كده خلصنا قوي. تسلم ايديكي. طبق معاك عصير ورق. ايوه طبق شهي جدا بشكر ريم عليه. ده اول طبق عملناه النهارده. تاني طبق هنعمله البطاطا الحاره البطاطس الحاره. البطاطس الحاره اكتبوا لنا على الشاشه بطاطس عشان احنا متعودين نقول بطاطس مش بطاطا. يلا قول لنا المقادير. يلا بطاطس مكعبات نص تحمير. نص تحمير يعني ممكن في الاير فراير او في زيت زي ما احنا عايزين. اتفضلي. زيت ملح وفلفل نص معلقه بابريكا 2 قرن فلفل حراق احمر حامي يعني وده طبعا اختياري. نص معلقه كزبره ناشفه عصير ليمونه وكزبره خضراء. اوكي سهله جدا. سهله جدا جدا وطعمها حلو جدا ومختلف عن البطاطس المحمره العاديه. اوكي اول حاجه هنعملها احنا كل حاجه عندنا جاهزه. احنا هنحمر البطاطس. هي متحمره. هي متحمره هنحمر اديها تحميره ثانيه. والله اوكي خليكي زي ما انت. أوكي. زي ما انت. وهنعمل الصوص كمان هنحمر. طب ممكن تعملي صوص لغايه ما نحمر البطاطس؟ انا هعمل الصوص. اتفضلي. يلا الصوص كمان بيتعمل على النار؟ على النار. اوكي ما كنتش عارف الموضوع. هقول لك بقى ايه فكره تحمير البطاطس مرتين. يلا لما بتحمر البطاطس عموما حتى البطاطس المحمره مثلا اللي بعملها في رمضان بعمل كده. بحمرها الصبح واسيبها لما تبرد خالص. اوكي وتبقى لونها زي اللي هي بنجيبها جاهزه اللي بتبقى نص تحمير. لما بترجع تحمرها تاني بتطلع مقرمشه وطريه من جوه. من بره محمره ومن جوه. عيدي تاني كده. دلوقتي انت اي بطاطس عايز تعملها دي او بطاطس محمره هتحمرها وتخلي لونها فاتح كده. وتطلعها على نابكنز وتسيبها لما تبرد خالص. اوكي وترجع تحمرها تاني. لما بترجع تحمرها تاني بتحمر من بره وبتبقى مقرمشه من جوه. اوكي وباي ذا واي انت ممكن تشيلها في الفريزر كمان كده. اوكي هنحمرها هنا اهو. هنحمرها هنا اهو. عايزه بقى كميه زيت كبيره مش قليله اهو اهو عشان نحمرها شويه وبعدين نعمل الصوص. يلا هنبتدي بس نعمل لا سيبي بقى ايه تحسننا. اوكي وعايزه الصوص احط له برضه زيت. ايوه عايزه له زيت. الصوص عباره عن الصوص عباره عن توم. التوم
التوم انا شيلته انا اسف لا ولا التوم انا شيلته اهو هنلاقي اتفضل يلا بص بقى اول حاجه توم بصي هي خلاص الدهون اهو انا عارفه ان انت عندك او سي دي انت قلت لي المره اللي فاتت للاسف ودي قرون فلفل حراقه ايوه أحمر. بقى أيوة. ايوه بقى اللي مش عايز طبعا ممكن ما يحطهاش وهنحط كزبره ناشفه اوكي حاجه بسيطه بابريكا وطبعا اللي بيحب الحاجه مشطشطه قوي ممكن يحط شطه بدل البابريكا كمان وهنحط ملح وفلفل ايوه عصير ليمون وبص بقى هننزل ايه دلوقتي بقى الكزبره الخضراء الله كده احنا حطينا تقريبا كل المقادير دي اصلنا كده تحمير البطاطس الريحه اصلا بتبقى فظيعه ريحه الكزبره مع ريحتها تهبل والبطاطس هنا المتحمره نص تحميره بالظبط هنكمل انا هشيلها من هنا على ما هي بقى تحمر سنه هنحطها هنا احكي بقى للناس كده عملنا ايه عملنا ايه حمرنا في الزيت ثوم ملح وفلفل نص معلقه كزبره ناشفه وكزبره خضراء وفلفل حامي وعصير ليمونه ودي البطاطس اللي متحمره نص تحمير بنحمرها تانية لما عشان تبقى مقرمشه وبعدين هنحطها هنا اوكي وممكن نحط بابريكا وممكن نحط شطه نحط بابريكا على ايه على التتبيله فيها بابريكا وممكن تبقى شطه لو عايزينها فيري سبايسي ممكن نزود شطه طيب احنا كده البطاطس دي حمرناها في الاول نص تحميره نص تحميره وبعدين لما بردت خالص بنرجعها في الزيت تاني تاخد لون وبعدين هنزلها على هنزلها على الصوص ده ونقفل طب بصي احنا عشان الوقت عندنا ايه اذى يلا ناخد البطاطس مش مشكله هاتيها جنب حطيها اوكي البطاطس بتاعتنا هي اوريدي مستويه هي مستويه بالظبط هناخدها نحطها مع دي ونقلبها تقليبه مع بعض اهي ودي على فكره تتقدم مع الـ مع الـ الطبق اللي انت عاملاه تبقى لذيذ مع الكبده أوه. وممكن تتقدم جنبها كمان حمص اكل كده حلو قوي ولذيذ بالظبط ما ياخدش وقت بصي انا طبق التقديم اللي جايبه صغير فيا دوبك دولت هتكونوا استني لا استني عشان انا عايز ادوقها صح ومؤمن عايز يدوقها وجوهري هنبتدي نزود يلا اتفضل اوكي وعلى النار هنديها تقليبة بقى تديها تقليبة خلاص كده بص بقى الريحة ضفتها رشة ليمون كمان ريحتها تجنن تعالي بقى نغرفها يلا حطي 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 اوكي يلا احكي لنا كده دي هنغرفها اهي بصوا بقى البطاطس الحارة دي عبارة عن انا اول مرة نعملها على فكرة بالطريقة دي فانا بشكرك لان ريحتها تجنن واكيد طعمها يهبل هي الكزبرة والثوم مع بعض بيعملوا طب احكي كده للناس لغاية دلوقتي يا ريم عملنا ايه لو سمحتي عملنا ايه حمرنا الثوم لا لا الاكل اللي عملنا ايه عملنا كبدة فتت كبدة اسكندراني بالرز والعيش الشامي والصوص وعملنا البطاطس الحاره أيوة. والكزبره والثوم ناقص لك ايه بقى ناقص لي بقى الليزي كيك ليزي كيك اللي هي التورته الكيكه الكسلانه الكيكه الكسلانه او لو انت كسلان تعملها او صح بتنفع جدا لو حد جالك فجاه او حد جاي لك وعايز تقدم له حاجه مش هدخله البيت يعني حد جالي فجأة لانها منجزه وبتطلع معاها حلوه قوي ما اتكلمتش ليه؟ بس شكلك مش كده يا شريف خالص لا لا انا ما حدش يجي لي ابدا من غير كده ايه ده؟ ده شكلك فيري فريندلي لا انا فيري فريندلي بس لا هو ما حدش هيقدر يعملها ما حدش يقدر يعملها بس الحدود حلوه انت ممكن حد يجي لك كده من غير ما لا انا ما بحبش لا انا بحب يبقى طب هقول لك على حاجه انا وصاحبتي جدا ساكنين في نفس العماره لا انا بطلع لها ولا هي بتنزلي من غير ما نتكلم بقى ده حقيقي ده الصح الرولز والحاجات دي حلوه في الكلام لا انا ممكن حد يجي لي يبقى عندي ناس تانية صح ممكن مش قادر مش قادر, مش قادر ممكن تشوف ما عنديش حد طاقه ان انا ما عندكش طاقه تتكلم ممكن ما عنديش مش عايز اقدم يعني في فلازم حد يكلمه قبلها بيوم يومين يعني لو لا. حد عايز يجي لي اربع للدرجه دي قبلها بيومين لا انا مش للدرجه دي
شرفه. انا ممكن قبلها واقول قادره ولا مش قادره بصراحه. بهذه المناسبه يا اولاد هنسمع يا حسام اي دمعة حزن لا شفتي. نسمع جزء منها من حسام ونرجع لكم بعد كده مع ريما بوليش نكمل اكلنا. خليكم على سمحتوا.
رجعنا لكم مره ثانيه مع ريم ابو الريش. هتعمل دلوقتي صنف حلويات لمشاهدينا. الحلويات صح كده؟ صح كده. ايه هو بقى؟ ليزي كيك، اللي هي الكيكه الكسلانه، او لو انت يعني بتهيالي ان هم يقصدوا ان لو الواحد كسلان يقوم يعملها. يلا هاتوا المقادير قول لنا. يلا، كوبايتين بسكوت سكر خفيف، اي بسكوت بنحبه يعني، ربع كوبايه زبده سايحه، ثلاث معالق كبار كاكاو، كوبايه الا ربع لبن، وشوكولاته سايحه. دي طبعا يعني دي ممكن نحطها ممكن ما نحطهاش زي ما احنا عايزين. اوكي، اول حاجه هنعملها بقى دول، ده البسكوت اهو. البسكوت بتاعنا اهو كله هيتطحن، مش ناعم قوي يعني، هيتطحن نجروشو، اضخم من البقسماط شويه كده. اوكي، ده هيبقى كتير صح؟ لا لا لا، ده احنا عندنا اجهزه قويه جدا. يلا يبقى كده أول حاجة البسكوت بتاعنا هنطحنه. هنجروشه مش هنطحنه بس. أوكي، وبعد كده هنعمل إيه بعد كده؟ هوريك بقى، دي حاجة سهلة جدا. يبقى حاجة ننزل بيها كده، بنعمل بالشيت كيك. إيه ده الجهاز خطير فعلا. ده في ثانية واحدة بس عشان ما تقعديش. أرجوكي خد أهو، بص بقى البسكوت أهو هنحطه. وهنحط له ربع كوبايه زبده. ايوه زي التشيز كيك. ربع كوبايه، يعني بس التشيز كيك طبعا بتاخد زبده اكتر بكتير. اوكي ايوه. طبعا اللي عايز يحط مكسرات بقى، عايز يحط جوز هند، اي حد واحد عايز يحط بقى مزاجه. اوكي، ينكهه بالطعم اللي هو عايزه. ثلاث معالق كاكاو، واحد اوكي ثلاثه مليانين طبعا. قلب وبعديهم بص بقى هنبتدي نحط اللبن بالتدريج. ونحن بنقلب بالظبط عشان نشوف هنحتاج اكتر ولا لا، لحد ما تفورم زي العجينه. دي ما فيهاش كيك. ما فيهاش كيك، ما انا بقول لك ما فيهاش كيك خالص. دي الكذابه مش الكسلانه. كذابه بالظبط. احنا ممكن نحتاج لبن اكتر، هي من كوبايه لربع الكوبايه على حسب نوع البسكوت. اوكي، لحد ما تبقى بالظبط، لحد ما تفورم زي تبقى زي العجينه. تمسك في بعضها. اهي ابتدت تمسك في بعضها. ونحط شويه صغيرين كمان، شويه كمان صغيره. يلا اوكي كده حلو. كده حلو قوي. هنجيب ورقه زبده. نجيب بقى ورقه زبده ونحط دي في النص ولا فيها ولا هتعملي ايه؟ هقول لك، حطها لي على الطرف كده بقى. ايه هتستخدمي ايديكي؟ يلا هنا كده اهو في الطرف. ايوه اهو بص هندخلها كده وهنبرمها، هنفردها عشان تبقى شكلها ايه مظبوط. وتخش التلاجة. تخش التلاجة الفريزر. انا بحطها في الفريزر اوكي حوالي ساعتين. اوكي، وممكن اقل. بص برم هتطلع، هتبقى زي دي بعد ساعتين بالظبط. اهو المنظر. ممكن بقى نصغرها نكبرها. اوكي اهي، في بقى سكينه اهي. ممكن تقطع ترانشات، نقطعها بقى. هنشيل اول حتتين بس عشان شكلهم مش حلو. بصوا اهي، سيبك من الحته دي عشان هي بتبقى في الطرف اهو كده. حلوه قوي 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 وسهله. وبعدين حطي عليها ايه بقى؟ بص بقى وايت شوكليت. بص انا جايبه وايت شوكليت وشوكليت وميلك شوكليت. ماشي اهو، هتدبت دبت نصها كده. نسقسقها فيها بالظبط ونبتدي وتحطها كده اهو. ودي هنحطها في الوايت شوكليت مثلا. اللي عايز بقى يزود حاجه، عايز يحط جوز هند، عايز يدبت سمسم، اي اللي انت عايزه. اي اللي انت عايزه. حلوه حلو قوي. بشكرك يا كريم. فكريني عملتي النهارده في سخرتك الشهيه. عملت النهارده فتت كبده اسكندراني، بطاطس حاره بالكزبره، ايوه، وليزي كيك اللي بتتعمل من غير كيك. يا سلام عليكي. يا سلام عليكي، شرفتينا ونورتينا. بنورك. طيب هقفل اغنيه سريعه جدا وبعدين ناخد فاصل. وخليني اشكر ريما وريش على وجودها معانا النهارده والسفره الحلوه اللي عملتها. نسمع حاجه العدويه من حسام حسني وبعد كده نرجع لكم وفقره الورشه مع استاذه ايمان شهاب. خليكم على سمحتوا. مزيكا. حبيبي سكرك
وغرام وغندرة حبيبي سكرة وغرام وغندرة وهوى على مية بيضة صافية ومتكررة وهوى على مية بيضة صافية ومتكررة الورد راح كده والكل جه كده الورد راح كده والكل جه كده وبقيت بين ده وده سلطان سلطان أهل الهوى. أربعة شارع شريف أربعة شارع أربعة شارع النهارده معانا احلى كليم في الدنيا، والكليم انا مبسوط قوي انه تطور صناعه الكليم عندنا في مصر واختلفت، وبقت شباب كتيره دلوقتي على فكره بقى يفرشوا بيوتهم بيحطوا كليم، بيحطوه على الارض، بيحطوه على السرير، بيحطوه على الحيطان كمعلقات. وكمان بقى الكليم ما بقاش مقتصر بس على السجاده، بقى في عندنا الخداديات وما بتشوكش، دي اهم حاجه عندي. وبقى عندنا الشنط الكليم اللي بتنفع في حاجات كتيره قوي، تنفع في السفر وتنفع على البحر. وخلينا بقى النهارده نرحب كده بواحده من ملوك صناعه وتصميم الكليم عندنا في مصر النهارده، عامله حاجات جديده وحلوه جدا جدا، استاذه ايمان شهاب مؤسسه مشروع كليم تو فيت. اهلا اهلا، ازيك؟ للمره الثانيه ولا الثالثه؟ الثانيه. منورانا. منوره بيك يا الله. ومن المره اللي فاتت انت جايبه لي الكليمه اللي عليها شارع الشريف اللي فوق جنب الورشه. انا سعيده جدا انا شايفاها. شفتي؟ جميله جدا. اي خدمه. طب تعالي كده نتكلم عن انت من الناس اللي عملوا هقول طفره وشكل مختلف في الكليم. كان عندنا الكليم زمان حاجات محدوده جدا، ودلوقتي شايفين حاجات تنفع البيوت، تنفع المصايف، تنفع الفنادق، بالزبط. تنفع الكافيهات، تنفع تتحط على الحوائط، تنفع تتحط على الارض، عملتي شنط، ايه كل ده؟ ميرسي، الحمد لله انا عاجبك، دي مهم جدا. بتفكري في الموديلات ازاي والتصميمات ازاي؟ والله هو بيبقى انسبريشنز، بحاول انا يعني ببتدي دايما بسكتشات لازم، بس بحاول دايما ابقى بدعبس على حاجه تانسباير الفكره، يعني ما يبقاش وحي للفكره. انت عارف انا بحاول يعني على قد ما اقدر ان ما يبقاش الموضوع عباره عن باترن متكرره، بحاول دايما يبقى فيها كومبوزيشن. فبس فدايما بحس ان انا لازم يبقى عشان يبقى فيها كومبوزيشن، يعني كانها لوحه، فلازم ابقى في حاجه بتدفعني شويه لورا. ممكن احيانا ممكن تبقى الحاجه بتدفعني دي هي الالوان. اوكي. ممكن تبقى مثلا زي ليتلي اللي حاصل دلوقتي، مثلا اتاثرت قوي لما رحت المعابد ورحت متاحف وحاجات كده. طب هتكلم عن دي بقى، هاتوا لنا الكليمه دي اللي عليها روس البقر، ودي استوحيتيها من القربان اللي كانت بتقدم في المعابد. انت عارف هرم سقارة. طبعا. الفكره بتاعتها مختلفه. استوحيتيها من القربان الموجوده بالزبط. في بعض الاماكن او الصور اللي على جدران بعض الاماكن. طب انا اول مره اشوف في الكليم شكل الحيوانات او البرسونال يعني. صح. ايوه. ما هو ده اللي لفت نظري. انت عارف احنا بنبقى في جوه في الجدران، هي كلها بتحكي قصص، ذا يعني جميل جدا. هي كلها بتحكي قصص، في سمك وفي برضو طبعا التيران وفي عموما والحيوانات وقرود وحاجات كده. فكن بس بقى من كتر ما هي متكرره كتير ابتدى يعني يلفت نظري اللي شكلها متكرر بشكل غريب او مختلف شويه. فلفت نظري قوي فكره ان هم لما بيمثلوا القربان وهم بيشدوهم متكررين بحرفيه جميله جدا في طريقه الرسم يعني. طيب عندنا هنا جزء
واحنا راسين الجزء اللي على اليمين ده كل الالوان اللي هقول عليها وانت اغلبيه حاجاتك ايرث كولر اللي هي الوان الارض، بس الناحيه دي البيجات بالبنيات صح. المجموعه دي صح. والمجموعه دي فيها كلا شويه الوان صح. مين اكتر عليه طلب او اتفضل الناتشرال كولرز؟ اشمعنى يعني انا في الاساس انا بحب الكولرز بحب احط الوان بس هي الحقيقه لقيت ان اغلب الناس بتدور قوي على الحاجات الناتشرال اللون، انت عارف الستايل اللي هو البوهو طبعا طالع موضه بقاله كذا سنه فلا يعني الحقيقه ده بناء على طلب الناس يعني اكتر. بس انت بتفضلي الالوان؟ انا بحب الالوان. اوكي عشان كده الشنط لو ايوه بقى ادوني الوان بقى هعمل لكم الوان. طيب عايز اعرف انت عندك ورشه بتاعتك ولا بتصنعي بتعملي تصميماتك وفي بعض الورش بتنفذ لك؟ هو كده انا بعمل التصميمات، انا مهتمه اكتر لسه بالتصميم بصراحه. طب ايش ضمانك ايه الضامن ان يعني انت ما هتقعدي تتعبي في تصميم وتوديه الورشه، الورشه مش هتديه لحد تاني؟ بيحصل كده يعني الثقه في اللي بيحصل بيحصل طبعا افري ناو اند ذن كده بلاقي حاجه لقيتها لقيتها في بيج ثانيه خلاص وبتكلم معاهم وكده فبلاقي اللي هو لا احنا لقيناه موجود فبنعمل زيه. بس هقطعك، الفيسبوك والانستجرام موجودين على الهواء، اي حد ممكن يتواصل معاها. هي اولا عندها ميزه فظيعه انها ممكن تعمل كميات، ممكن تصدر بتعمل حاجات طبعا. هي بصوا هي طبعا ما بتهزرش، بصوا ال 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 الكتيب اللي هي عاملاه او الكتالوج بتاعها، معلش هو بس اتبهدل شويه كل حاجه جوه بالالوان بتاعتها بطريقه بالمقاسات بتاعتها، فممكن كل قطعه تعمل منها زي ما نقول شغل جمله ويتم تصديره المصريين والعرب اللي شايفينها دلوقتي في اوروبا في امريكا في اي مكان او في طبعا في البلاد العربيه. واغلبيه الحاجات كمان هي جنبها عامله هي استوحتها من فين او الفكره بتاعت هذا التصميم تم جه منين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه دول؟ دول دي كده الكتيب صغير كده للشنط. للشنط؟ اها اوكي. طيب بصوا اهي هقوم افركوا الشنط دلوقتي، عامله شنط تجنن بصراحه والوان حلوه جدا جدا جدا، وبالنسبه لي ينفعوا قوي في السفر. وللستات اللي عندها بيبي او كده ممكن هينفعوا لهم قوي. دول ايه بقى؟ دول انا بص يعني يوجوالي لو اي حد بيطلب اوردر او بيشتري حاجه بديله معاه لازم الكير انستراكشنز دي ومعاها طبعا تعريف صغير عن البراند وازاي يقدر يكستمايز معانا، لو هو لان احنا في شغل كتير بيحصل ان هو عجباها البيس بس المقاس مش مناسب او الالوان مش مناسبه مع الديكور فبعملها. واللي انت ماسكها اللي هي زي ما تقول كده تعريف صغير ايه البيس دي، ايه الانسبيريشن جاي منين او كلمتين عنها يعني. حاجتك تحفه واسعارك حلوه جدا بصراحه. بحاول على قد ما اقدر زي ما بنقول انتي. أيوة. يعني عامله اسعار بجد برافو عليك. طب نرجع مره ثانيه ننزل فيسبوك والانستجرام الخاص باستاذه ايمان شهاب مؤسسه مشروع كليم تو فيت. كليم تو فيت انت كليم اللي هو كليم تو فيت بقى انت قصدك ان هو تو فيت المكان بالظبط اللي هو فيه بالظبط. طيب النوعيه الخيوط او ده صوف ده ولا ايه؟ ده صوف وفي قطن يعني الاثنين البيج يعني في مجاميع كثيره قوي. في حاجات صوف وحاجات قطن. وطبعا الشنط طبعا كلها قطن. كلها قطن. بتبقى اسهل طبعا. طبعا طبعا. والكراسي يعني اي حاجه هيبقى فيها استخدام ايدك على الجسم هتستخدمه. ايوه على الجسم بحب استخدم قطن. طب الحاجات اللي انت عاملاها دي كلها بتتغسل صح؟ يس يعني حتى الصوف بيتغسل بس مش هيتغسل في الغساله. ممكن يتغسل في الغساله بعد مثلا مرتين ثلاثه غسله كده بس. وممكن يتغسل في الغساله اللي ليها بروجرام بتاع صوف مثلا ممكن. بس بص هي الفكره كلها ليه بنقول غساله بلاش؟ عشان بس نتفادى العصر الجامد، نتفادى الحراره تيجي بالزياده من ميه سخنه شويه ولا حاجه. طيب. كده يعني انت هتفضلي قاعده وانا هقوم اتفرج وهتشرحي لي الحاجات اللي هروحها. خلاص اتفضل. يعني من ضمن بقى الحاجات اللي لافته نظري جدا انت عامله مثلا كليمه هنا جزء منها ساده وتحت بس فيها الرسمه صح. أوكي. ما ده الليتست حاجه بفكر فيها يعني. اوكي دي طبعا حلوه قوي، بصوا المنظر جميل ازاي وعامله معاها ممكن تلاقوا معاها الخداديات. لا الخداديات دي الحقيقه ماتشنج مع اللي تحتيها. مع اللي تحتيها يعني مش اجيب لك اللي تحتيها اجي معنا اهو. اوبس هلخبط الدنيا. لا لا قعدنا ساعه نظبط فيها. ايوه بالظبط اهو. بصوا برضو اللي تحتيها نفس الفكره. بس دي برضو ايه اليمنت فرعوني يعني أوه. دي شجره الكورن او شجره الذره دايما في رسوماتهم. اوكي دي هنا اهو. في بقى بعد كده الحاجات اللي زي كده اللي فيها الحاجات البارزه. ايوه بالظبط كده. ده ايه بقى الخيوط دي؟ ده قطن. كل ده قطن كلها. اوكي يعني البارز قطن والاساس قطن كله. اوكي قطن.
وممكن برضو كنب او كده الحاجات دي تتحط عليه. ده بيحصل فعلا يعني، هم اللي بيطلبوا اصلا يتقال لي كده انا هاخدها احطها على الكنبه عندي. هنا بقى الحاجات الملونه وده ما بيتحطش على الارض، دي كليمه بتتحط على طرف السرير، على طرف صح كده؟ بالظبط كده اهي، الوانها تجنن طبعا. ثانك يو. حلوه حلوه حلوه. واللي جنبها الكليمه الرفيعه اللي ممكن تبقى في كوريدورات بالظبط، او على جنب السرير، او على جنب السرير بالظبط. طقم البحر بقى. ايوه. هنا طقم البحر ده، او انا مفتقد جدا كراسي البحر دي، لان انا ماليش في الكراسي البلاستيك اللي بقى يحطوها دلوقتي والشيزلونجات والحاجات. ايوه دول بتوع زمان. ايوه. أوكي. هي كده اللي هو يعني نوستالجيا كده. بالظبط. وهنا برضو نفس القصه، الكرسي ده اللي بيتحط ونتسند عليه، او ممكن نحطه ونحط. والحاجات دي تنفع البلكونات، الناس اللي ما قفلتش بلكوناتها ده حقيقي تنفع برضو في البلكونات. ده برضو حصل يعني طلب. هنا برضو في طقم بحر تاني، بس انا هحط دي كده على جنب عشان المنظر العام. هنا برضو في طقم البحر، وفي الكوشن سوري ايوه الرج ماشيه معاه بالظبط اللي هناك. ايوه. طيب انت بتصدري؟ يعني بص هو شكلها كده قربت يعني. بس سو فار لا، انديفيديوالز كده يعني، ناس بتطلب حاجه او كده، لكن ما عايزه اتكلم عن الشنط بقى. يا ريت. انا مستنيه الفيدباك بتاعك. الشنط تجنن. دي ده بص بقى الشنطه اهو، وده يفتح شكل تاني خالص. ايوه عشان هي كانها الويف بتاعت البحر بالظبط. زي موجة البحر بالشرشوبة، تحفة. وبعدين هنا في دي برضو، دي طبعا لوتس. وايديها جلد طبيعي. يس. تجنن. اوكي. وهنا بيتسموهم ايه دول؟ كلتش. كلتش. ده بناء برضو على طلب الناس. الكلتشات بتاعت البنات، وهي عاملاها كلتش كبير شوية عشان ايه؟ يستوعب حاجاتكم وانتوا خارجين. هي بنات مصر. واللي فوق برضو دي لذيذة جدا. دي كروس كده. تنفع سفر. ايوه. اوكي. هنا كلتش، وكل دول ينفعوا سفر الحقيقه. يعني هو مقاسهم ميديوم كده، اللي هو يعني ولا كبير قوي ولا ايه ولا صغير يعني. دي بحر. ممكن. اوكي. بصوا حلوه ازاي اهي. اوكي. وهنا بقى في البوف دي. بس مش عامله منهم كتير ليه؟ حلوين قوي. ما جبتش معايا المره دي كتير. يهبلوا. ايوه. حلوين حلاوه. لا وبعدين خدت بالك عملت الجنيه بتبقى قماش، بحيث يبقى الموضوع برضو ايه ممكن يفرق في السعر. حلو قوي. برافو عليكي. ايوه. اوكي. وهنا برضو في مجموعه الشنط الثانيه. طيب حط لنا بقى الفيسبوك والانستجرام مره ثانيه، واحنا عايزين نبتدي نصدر الحاجات دي. انا عارف الموضوع مش سهل. مش سهل. معلش. ايوه. حاربوا عشان ايه نكبر الديزاينرز بتوعنا. واحنا قلنا الحاجات دي كلها تتغسل يدوي، الحاجات الصوف بالظبط اول مرتين ثلاثه بالظبط، وبعد كده ممكن تتحط في الغساله عادي جدا. اوكي. شرفتيني ونورتي والله، وانا مبسوطه جدا ان انا قابلتك بجد. كل ما في كولكشن جديده تعالي لنا فورا. لازم هعمل كده. هسمعك اغنيه حلوه كمان دلوقتي. ميش. خليني ارحب باستاذه ايمان شاب مؤسسه مشروع كليم تو فيت على وجودها معانا النهارده. هنسمع دلوقتي لما يجيبوا سيرتك للست لطيفه حبيبه قلبي، ببعت لها الف سلام وتحيه. بعد كده نرجع لكم ونختم مع مي صقر. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. لما يجيبوا سيرتك يا حلاوة الكلام، بتنهك في سري واهديك السلام. لما يجيبوا سيرتك يا حلاوة الكلام، بتنهك في سري واهديك السلام. تصحى ذكرياتي واداريهم اوام، لا يبان المخبي في قلبي من وجهه هيام. بخاف يحسدوني على حظي السعيد، بخاف يحسدوني لو انك يا حبي متغرب بعيد. بخاف يحسدوني على حظي السعيد،
بخاف يحسدوني لو انك يا حبي بتغرب بعيد بخاف يحسدوني بسكت غصب عني وانا بالي شريط وانا بالي شريط واكتم جوا قلبي اكتم لغالي بالوراء الطاقة واليوجا والحاجات دي بتأثر فينا ازاي؟ وانا بحب اقرا في الحاجات دي وبقتنع بالحاجات دي. في بعض الناس ضد تماما الكلام ده، كل واحد بقى حر وكل واحد ومخه. احنا بنعمل فقرات زي دي عشان تتفرجوا، في ناس ممكن تقتنع في ناس ما تقتنعش، اللي بيقتنعوا ممكن يبتدوا يقروا، ممكن يتابعوا اكتر فيوصلوا لحاجات تهم جسدهم وروحهم اكتر واكتر. كل بقى ده هنعرفه النهارده مع اللي بتجينا مخصوص من اسكندريه وده على راسي من فوق ميسار. ايش فيك؟ مش معقول بجد. ثانك يو فيري ماتش. عامل ايه؟ منوره بنورك والله. عامل ايه؟ في سفر قريب؟ يعني شهر 9 بقى هنرتاح في 8. رايحه فين؟ رايحه لندن ان شاء الله. انا رايح الهند. كان نفسي اروح بس للاسف لازم اروح لندن ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى ايه الموضوع؟ النهارده هنتكلم عن علاقه اليوجا بالطاقه. خلينا نفهم الناس الاول يعني ايه طاقه؟ دايما في علم الطاقة السالب يجذب السالب والموجب يجذب الموجب. في علم الطاقة اللي هو تفاءلوا خيرا تجدوه، للناس اللي ما بتقتنعش، اوكي؟ ان انت لازم دايما انك تبقى بوزيتيف عشان تشد ليك الحاجات البوزيتيف، الحاجات الايجابية، اوكي؟ واحنا زي ما في طاقة، الطاقة الكهربائية اللي بتمشي في الاسلاك، احنا في جسمنا في حاجة اسمها الطاقة الحيوية الغير مرئية، ماشية في كل الجسم بتاعنا، اوكي؟ طيب احنا عشان نشد يا شريف حاجات كلنا عايزين ايه في الدنيا؟ كلنا عايزين السعاده، الجواز، الشغل، الفلوس، النجاح، كل الحاجات دي طاقتها عاليه جدا، عندها very high vibrations، ذبذبات عاليه جدا. انت ازاي هتشد وانت هنا تحت؟ طاقتك داون. يعني انا زي مثلا عايزه اتجوز وانا خايفه، عندي طاقه خوف من رجاله وحشه، هتخان او وات ايفر. ازاي انا عايزه ابقى غني وانا بحقد على الاغنياء، او ابص او اقول بص ده عنده ايه وده مش عارفه ايه واستخسر النعمه في الاخرين. فانت عمرك ما هتجذب غير لما ترفع الطاقه بتاعتك وتنظفها، وده علم الطاقه، ده حقيقي الكلام. طيب الطاقه دي بتطلع من ايه؟ من مشاعرنا. طب المشاعر دي بتيجي من ايه؟ من افكارنا. يبقى انا حاسه ان انا مدرسه قوي افكارنا. لا مندمجه. لا لا انت مدرسه فعلا، انت بتقول لنا حاجات ما نعرفهاش. مندمجه درس. لا اندمجي براحتك. عشان احنا نعلي الطاقه ازاي؟ عشان نشد كل اللي احنا قلنا عليه، ان احنا لازم اول حاجه نشتغل على المايند سيت. يقول لك الانسان الفقير اللي عنده افكار فقر. طول ما افكارك فقر هتفضل فقير في كل حاجه، اوكي؟ مفيش وفره. طب المايند سيت ده 85% يا جماعه، يعني في حاجات تانية هقولها، بس ان احنا نتحكم في افكارنا. مخك ده ممكن يبقى صديقك الصدوق او عدوك، انت تختار. ما نسيبش بقى نفسنا كده لاي فكره تجيبنا وتودينا. ليه افكارنا؟ لان الافكار بتطلع مشاعر. حتى ده تكنيك. انت يا شريف شوف نفسك كنت قاعد زي الفل وفجاه بقيت داون او اتضايقت او وات ايفر، هتلاقي ايه اللي حصل؟ فكرت فكره. صح. مستحيل ان حد يبقى قاعد في امان الله وفجاه اكتئب غير ما يكون في حاجه جات له، يعني الفكره دي يا زمان افتكر حاجه وحنين او كده، يا مستقبل خوف. دايما الخوف جاي من المستقبل، اوكي؟ فانت دايما الافكار بتطلع مشاعر، المشاعر دي هي بتطلع بتاثر على الطاقه بتاعتنا، هي اللي بتنزل الانرجي بتاعتنا. مشاعرك بقت داون. مشاعر زي ايه؟ خوف، احباط، تعلق، قلق، كل المشاعر بقى. اوحش حاجه الحزن طبعا، واعلى حاجه الفرح طبعا. احنا محتاجين بقى ان الناس تفرح شويه ضمن الكآبه اللي احنا كلنا اغلب الناس على الفيسبوك وكده بقوا فيها. محتاجين ان احنا نبدا ندخل في يومنا شويه روتين يبقى فيه يفرح، مش لازم كتير. وبرضو ارجع واقول لك عشان الناس طول ما نزعلش، لا نزعل يا جماعه ونكتئب ونحزن، بس قد ايه؟ ما احنا لازم نفرح بالظبط. انت بتفرغ وبتطلع المشاعر، بس يفرق قوي ان واحد زعل يومين غير واحد زعل ست شهور، غير واحد هو اللايف ستايل بتاعه. انا في حاجات بتفرحني ممكن تكون بسيطه جدا، ممكن ناس تضحك لو قلتها. برافو عليك.
انا مثلا يفرحني ان انا اسمع ممكن اخش المطبخ ما بعرفش اطبخ اوكي ما عنديش اي مشكله ان انا اقعد اشطب المواعين حياتي واقعد ارتبها وانضف الحوض بعد كده واخليه بيبرق وانا مشغل المزيكا وانا مثلا كنت من شويه متضايق واقعد اطلع كل الحاجات اللي في الثلاجه وارصها اوكي انا بقى الحاجات دي بتبسطني جدا ايوه ده فنجان قهوه لو الناس بدات تشربه كده باستمتاع وياخدوا كده جوده في الوقت وهم بيعملوا اي حاجه احنا عايزين نكتر شويه فرحه نزودها في اليوم 5 دقائق بعدها 10 دقائق بعدها ساعه هيفرق قوي هتبدا بتدخل عادات جديده ان انت تعود نفسك تبقى مبسوط كانك بالظبط يا شريف بتظبط الراديو انت لما تيجي تظبط الراديو مثلا محطه الرياضه ممكن تطلع لك الاغاني لا لا ليه لان انت عامل التردد مظبوط صح انا لازم اخلي التردد بتاعي على المحطه اللي انا عايزاها انا عايزه خير في حياتي يبقى ترددي يبقى كده ومش الحاجات اللي يعني اللي بتسعد ممكن تبقى حاجات مش مكلفه ما زي ما انا قلت لك انا بحب اخش اقعد انظف المطبخ واوضب الثلاجه بس لازم ابقى بسمع مزيكا يعني احنا نعمل ايه عشان نرفع طاقتنا ازاي؟ قبل ما ادخل لك في اليوجا اول حاجه ايه اللي بينزل الطاقه الذنوب الذنوب اللي بنعملها كمان من غير ما نشعر بتنزل من طاقتنا زي النميمه مثلا عادات النميمه والحاجات دي بتنزل من طاقه البني ادم اوكي الكذب بتاع اي ذنوب بنعملها الكلام على الاخرين التنمر الحاجات اللي الناس بتعملها بطريقه عفويه وبقى العادي بتاعنا ده بينزل من طاقته هو المأذي على فكره مش اللي هو بيأذيه هو المأذي اوكي دي من الحاجات اللي بتقلل من طاقتك خلي بس نفكر الناس اي حد عايز يتواصل مع تخبط الناس لو هو في الكاميرا بتبص لكم اي حد عايز يتواصل مع بايو ابعتوا على الفيسبوك او انستجرام موجودين على الشاشه طلعوا على الشاشه يا جماعه عايزين فولورز يلا بس عايز اقول لك حاجه اتفضل انت عندك كام فولورز؟ 10700 طب انا حقيقيين انا فرحانه بيهم انهم حقيقيين انا حقيقي انا بقى في حاجتين بالذات على الانستجرام لاحظتهم في ناس طبعا عندها فولورز مش حقيقيين بيشتروا فولورز وفي ناس ولاد بنات ولاده بيقصدوا يطلعوا شبه عرا عشان الفولورز يزيدوا صح انت اللي حاسس ده وبنات تطلع تتمرقع فالفولورز يزيدوا واولاد يطلعوا يعرضوا اجسادهم فالفولورز يزيدوا انا بقعد اراقب عمال اعمل احصائيات ده بجد ودي مصيبه سودة وفي ناس بتعمل كونتنت يعني محتوى محترم جدا مفيش فولورز مفيش فولورز خالص نو كومنت لا تعليق كملي والله فكرتني بحاجه في الحته دي انت لاحظتي ده؟ لا ده من زمان ملاحظاه لان انا من الناس اللي كانت بتعرض عليها اشتري فولورز وحاجه ببسيطه رخيصه جدا وكده لكن عارف ما انت ممكن تعملها لانها بتعمل ايه بتشجع الناس اوه ده عنده رقم فظيع فكله يخش يعمل فولو كده هي بترجع لمصداقيه البني ادم اوكي وبتبان بعد كده وبتبان بالانتر اكشن بتاع الناس ما ينفعش يبقى عندي مليون وخمسه سته اللي عاملين لي لايك صح اوكي بس مش دي القضيه ده في التعلق التعلق من الحاجات اللي بتنزل طاقتنا جدا التعلق ده ممكن يكون تعلق باشخاص او باشياء او بشكل يعني الصوره الذاتيه زي الفولورز انا الفولورز بتوعي ده تعلق ولا تفرق انا بالنسبه لك انت بس في ناس تانية هقول لك زي الستات او الناس اللي بيلبسوا ماركات مش حقيقيه ليه عشان شكلي وصورتي الذاتيه في المجتمع فبيدوا لنفسهم الحق ان هم يسرقوا حقوق ملكيه ناس شركات عامله الحاجه عشان هم بيساعدوهم على كده ويدوهم فلوس عشان يبقى هم لابسين كده فده بيبقى برضو تعلق بالصوره الذاتيه بتاعتهم شكلي في المجتمع مش اصلي ده بينزل من طاقتهم اللي يلبس مزور هيفضل مزور ده بيبقى ان هيلثي خلي بالك كل الحاجات الغير اخلاقيه بتضر البني ادم نفسه ده يعني صحيح. ده على اللونج ران بس ده الناس مش فاهماه ويعني حاجه بقت محزنه الاخلاق عامه بقت محزنه كملي لي المهم اللي بينزل الطاقه قلنا الذنوب بتنزل من طاقتنا والله نسيتني تعلق قلنا بينزل من طاقتنا الافكار السلبيه النيجاتيف بتنزل من طاقتنا طب احنا ممكن نعمل ايه بنشتغل على تو ارياز بنشتغل على حتتين الحته الاولانيه المخ ان انا ابدا ان انا افكر بطريقه ايجابيه أراقب جدا كلامي النفسي لأن الكلام والأفكار هتطلع مشاعر المشاعر دي اللي هي عبارة عن انرجي عارف أكبر إثبات إيه؟ أنت مستعد تقعد مع حد تقول الله طاقتها حلوة الهالة بتاعتها حلوة قعدتها حلوة وتقعد مع ناس تانية تتقفل وأنا عايزة أقوم
صح. من ساعات ناس تقعد تقول لك انا بخاف من الحسد بخاف من الحسد، تلاقيهم اكتر ناس بيحصل لهم حاجات وحشه. صح. انرجي طلعينها، هم جذبوا ليهم الحاجات دي. طب قولي كان في صوره انت بديها لنا عايزاها نعرضها دلوقتي؟ جايه اهو حالا. لسه؟ اللي بعدها على طول. المهم التاني حاجه هابتس، ابدا ادخل شويه عادات ترفع من الطاقه بتاعتي، زي الامتنان يرفع من الطاقه، التسامح اللي انت مش بتحبه ده يرفع من الطاقه. ان انا اشرب ميه كتير. لا اصل ازاي حد يعني شتمني ولعني واتكلم في يعني ازاي اسامحه؟ بتتكلموا ازاي؟ نيفر. ما انت مش بتسامح عشانه عشانك. لا لا لا، اصل انا مش معنى ان انا سامح ان انا هنسى، انت مش هتنسى. لا لا، انا لو سامحته اصلا هكتئب بجد. طبعا. لا لا، ما العفو عند المقدرة. لا عند المقدرة، انا ما عنديش المقدرة، انا عايز اساسا القيامة تقوم عشان الناس تقف قدامي صف واقول له ربنا بص بقى ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا وانا مش مسامحه. يلا بقى ماشي، انا عايز عدل السماء. الرياضة تحسن من الطاقة. الرياضة تحسن من الطاقة، وبالخصوص اليوجا. ليه بقى اليوجا والطاقة؟ احنا يا شريف اليوجا دي بجد يا جماعة علاج، اليوجا دي فلسفة وعلاج، بتعالج الناس. اوكي، لان انت اصلا احنا جسمنا عبارة عن انرجي، طاقة، زي ما انا قلت لك احنا عندنا 72 الف مسار طاقة في جسمنا، اللي هو احنا بنسميهم النادي. 72 الف مسارات. اسمهم ايه؟ النادي. نادي. نادية؟ نادي. نادي. النادي ان اي دي اي. نادية. نادي. ناديه في اي في الاخر يا شريف. نادي، قوم نادي علينا ان شاء الله. اتفضل. دي مسارات طاقه في جسمنا. يعني ايه مسارات طاقه في جسمنا؟ زي ماسوره كده وبيمشي فيها ميه. فاليوجا كل نفس مع الحركه بيخلي الطاقه دي تمشي بطريقه سموث كده، بطريقه سلسه في المسارات دي، بدل ما يكون في طوبه في النص، في انسداد، في حاجه في النص، يبقى الميه مش عارفه تفلو كويس. حلو. طب نشوف بقى صوره الشكرات دي. يبقى احنا قلنا عندنا مسارات طاقه، 72 الف مسار طاقه بيبقى موجود في العمود الفقري بتاعنا، متفرع زي الشجره كده يا شريف، يطلع في الدراعات في الرجلين، ماشي في كل جسمنا. في منهم سبعه او مدارس بتقول ان هم 11 اللي هم الشاكراز، في ناس كتير اكيد سمعت عنها، في نص الجسم، السفن شاكرا في العمود الفقري بتاعنا، من اول تحت اسفل الظهر لحد الراس الكراون شاكرا. هشرح واحده واحده. السبعه دول شاكرا يعني العجله باللغه الهنديه، مراكز طاقه موجوده في جسمنا، ساعات بيحصل فيها انسداد. الانسداد ده بيجي من نتيجه المشاعر المكبوته، الناس بتزعل وتكتم، حزن، فقد، صدمات، وتكتم، بعد كده بيطلع على جسمنا. في امراض كتير بتيجي للناس ما بيكونش ليها سبب دكتور يشخصه، بيبقى نتيجه الاسترس والزعل والحزن. زي الكانسر. كل ده والكانسر، امراض المناعه خصوصا. انا بيجي لي في كلاس اليوجا امراض مناعه بالهبل، في منها وراثيه وفي منها بيبقى ستريس جامد. يا جماعه على الاقل الناس لو مش عارفه تفرغ وتطلع، تكتب اللي مضايقها، تروح لحد يساعدهم. المهم قالوا السبعه اللي هم الشاكراز دول مرتبطين ببعض، لو واحده اتاثرت الثانيه ممكن تتاثر. بدأوها من اول تحت في البيس عند العمود الفقري، اول واحده اسمها الروت شاكرا. روت يعني شاكرا الجذر، الجذور، ان انت ليها علاقه بالسيفتي، بالامن والامان. الامن والامان في الماكل، في المسكن، في الحاجات الاساسيه، في الفلوس. في ناس بتبقى عندهم اوفر اكتف، متفعله قوي، اللي بتلاقي عندهم ايموشنال ايتنج، ياكلوا كتير، يصرفوا كتير، يجيبوا حاجات مش محتاجينها. في ناس بتبقى اندر اكتف، مش متفعله خالص، دي الناس اللي هي بتبقى خايفه فلوس تروح، الحاجات هتخلص. اوكي. وفي ناس بتبقى عندهم بلوك، واللي بيقفلها الخوف. كل واحده في شعور او مشاعر بتقفلها يا شريف، فالشاكرا دي اللي بيقفلها الخوف. اللون بتاعها الاحمر، العنصر بتاعها الارض. فحركات اليوجا اللي دايما بنعملها على الارض، او الناس لما بتمشي حافيه مش على الرمله على النجيله، انت بتطلع طاقه وبتشحن طاقه، ليها علاقه بانك تبقى ستيبل، متزن، جراوندد، يعني ايه ثابت، مهما الدنيا تعمل بيك، يحصل مشاكل، يحصل حاجات فاينانشال كرايسيس زي اللي بيحصل لنا دلوقتي مثلا، مشاكل ماديه في العالم كله او وات ايفر، انت ثابت متجذر. اوكي. طيب قاعد يقول لك البس الحجر الكريم بتاعها، هي لونها الاحمر، ففي احجار كريمه باللون الاحمر تتلبس تساعد. اكل الخضروات والفاكهه، اكتر من اللون الاحمر في لبسي في الاحجار الكريمه بتاعتي. اقول لنفسي دايما الافيرميشن، التوكيدات، اللي انا بامان، وات ايفر. اوكي، دي الحاجات اللي ممكن تظبطها. وصله الرحم والتصدق. وحتى انا ساعات بعمل ناس كلاسز باسماء الله الحسنى، كل واحده ليها الاسم اللي بنقعد نردده انه يساعدنا على اتزان هذه الشاكرا.
يحصل فيها مشاكل بتأثر على اللي بعدها وبتأثر على جسمنا. اللي هي اللي بعدها بقى الانسداد اللي بعدها اللي هي بتبقى بالظبط تحت السرة يعني من ورا، اللي هي اسمها الساكرال شاكرا، لونها البرتقاني. ساكرال يعني العجز او العجز، مش عارفه بالعربي بصراحه النطق سليم ولا ايه. دي ليها علاقه بالمشاعر، بالعلاقه الحميميه، ليها علاقه بالابداع. دايما البنات مثلا اللي جيلهم لا حصل لهم تحرش، ناس حصل لها اغتصاب، حاجات بتبقى صدمات كده بتاثر على الشاكرا دي. العنصر بتاعها الميه، ماشي؟ الروت كان الارض، دي الميه. نستحمى يعني؟ لا، ميه بملح. ابقى دايما ساكن في انزل بحر، اعوم، اوكي، اسكن جنب الاماكن اللي فيها ميه، البس اللون الاورنج كتير في لبسي، في هدومي، اكل فاكهه او خضار او حاجات باللون الاورنج، اقول توكيدات ايجابيه لنفسي. اللي بيقفلها بقى ويعمل لها البلوك هو الجلد، الاحساس بالذنب. فتلاقي الناس مش عارفه تستمتع، مكسوفه تستمتع، اوكي. يجي اللي بعدها السولر بلاكسس، الضفيره الشمسيه، ودي معروفه قوي، هي فوق السره ومن ورا في العمود الفقري، لونها الاصفر، يبقى العنصر بتاعها ايه؟ النار. فاللي بيبقى بيساعد ان هي تبقى شغاله كويس ايه؟ الشمس. ان احنا نقعد في ضوء الشمس. دي بقى بتشوف فيها عند التينيجرز قوي، لان دي لها علاقه بالسلف استيم، تقدير الذات والثقه بالنفس، وانك تلاقي حلمك وتلاقي قوتك الداخليه، اوكي؟ ده الشاكرا دي اللي بيقفلها الشيم، العار. اللي تلاقي البنات اللي هم مثلا تبقى اوفر ويت، البنت الانستغرام اللي جاب لنا البلاوي دي والصور، ويقعدوا يقارنوا نفسهم بصور الناس التانية، فيقعدوا دايما حاسين بانسكيورتي ومش واثقين في روحهم، عدم امان، يعمل بلوك في الشاكرا دي. طيب مش هنخش على بعديها المره انسداد. دي هنسمع اغنيه. طب هقول حته بس قبل الاغنيه، الثلاثه اللي تحت دول الفيزيكال الماديين، في ثلاثه فوق دول الروحانيات، هنقولهم المره الجايه. حاضر، لان هنسمع دلوقتي اغنيه، هنرجع بعديها فاصل، نرجع بقى تلعبي اليوجا. ماشي، موافقه؟ مضطريه، وافق. اعمل ايه، انا بخش بحماس كده وعايزه اكمل. هتبعنا ايه يا استاذ؟ اغنيه راضيناك. رضا والله وراضيناك، رضا والله وراضيناك، الشكرات بنديها لاهل الخليج كلهم. مزيكا. تجافينا تاخدنا وتودينا، يكفي لا تجافينا تاخدنا وتودينا، غيرك ما تركينا الا انت تركينا، غيرك ما تركينا الا انت تركينا. يعني اشتري منا اكتر يا متعبنا، تكتر تسامحنا ما احنا ما سامحناك، يعني أكثر يا متعبنا، تكتر تسامحنا ما احنا يا ما سامحنا. الله عليك الله ريحنا كلمنا، الله عليك الله هالمرة سامحنا، الله عليك الله ريحنا كلمنا، الله عليك الله هالمرة سامحنا. رضا والله وراضينا، دلعت ودلعنا كفيلات فارقنا، ندري ما زعلناك، رضا والله وراضيناك، دلع حتى ودلعنا كفيلات فارقنا، ندري ما زعلناك. يا هلا، قلنا لغايه دلوقتي قبل الفاصل ثلاث شاكرات، ناقص لنا ثلاث شاكرات. لا، اربعه. اربعه؟ هم سبعه. شاكرا القلب كمان. اوكي. فدلوقتي هنلعب، هتلعبي الثلاثه دول، الثلاث هتلعبي يوجا الخاصه بالثلاث شاكرات الاولانيين اللي هي روت. هي ثلاث حركات، كل واحده ليها حركه. اللي هي روت شاكرا. ايوه، الجذر. والثانيه ايه؟ الساكرل. اوكي. اوكي، والسولر بلاكسس، الضفيره الشمسيه. اوكي، اللي هي الصفراء والحمراء والبرتقاني. الثلاثه الفيزيكال. اتفضلي. اوكي. ايه بقى؟ حاجات صعبة؟
لا لا لا، هي اصلا كلها اليوجا في العموم، اليوجا في العموم بتبالانس، بتعمل توازن في كل الطاقه اللي في جسمنا. اوكي، ده رقم واحد. فاي حد بيلعب يوجا اكيد هيبقى عنده التشاكراز دي او نقاط الطاقه ومراكز الطاقه اللي في جسمه كويسه. اول حاجه تشاكرا الروت، قلنا بنبقى قاعدين على الارض، فممكن حتى الناس تبقى قاعده كده وتبدا تتنفس ان اند اوت، مفيش اي حاجه فيها صعبه. ان احنا نعمل التشايلد بوز اللي هو وضع الطفل زي السجود، ليك طريقتين. طريقه ان انا بحط رجليا من ورا القدم فوق بعض وببدا انزل تحت. طب ممكن الناس لما بتنزل تحت بيبقى تو ماتش عليهم، ممكن تحط مخده هنا، ممكن نحط مخده هنا، وان انا ابقى جراوندد في الحته دي. ده اول تشاكرا. كل حركه بس بتعمليها عدي في سيرك 1 2 3 4 خمس انفاس. اعملي كده علشان الكاميرا تلحق تجيب الحركه. اوكي. وافضل هنا في التشايلد بوز جراوندد، احنا عايزين الثبات، ابقى متجذره كده في الارض، الجذور، مش عارفه بنطقها صح ولا ايه. واتنفس ان اند اوت. لو حاسه ان انا عندي مشكله في الشاكرا دي، دايما اتخيل اللون الاحمر بتاعي في اخر، في العصعوص يعني، في اخر الاسفل الظهر او من قدام عند عظمتين الحوض. تاني واحده الساكرل اللي قلنا عليها، اللي هي قلنا بالعربي ايه يا ربي؟ بسم الله. الحميم اللي هي ساكرل العجز. العجز، برافو عليك. نحط الفيت توجذر، بنحط القدم بتاعنا ونبدا نفتح رجلينا الباتر فلاي. اوكي، بنفتح منطقه الحوض. خلي بالنا يا جماعه، الاسترس والزعل والحزن، هي العجز مش العجز، كل ده بيتخزن في جسمنا، في اماكن بتخزن فيها الاسترس، منها وخصوصا عند الستات منطقه الحوض بتخزن فيها ستريس كتير قوي. اسفل الظهر بيتخزن فيه الاسترس، الكتاف، الرقبه، ممكن ميبقاش عندي اي سبب غير ان انا زعلانه اقوم قايله اه يا كتفي حصل حاجه، وابدا ان انا اخد خمس انفاس في تاني تشاكرا. التشاكرا التالتة بقى السولر بلاكسس، اللي هي الضفيرة الشمسية اللي هي فوق السرة، اللي مسؤولة عن الثقة بالنفس وتقدير الذات. اخد نفس، هي ليها علاقة بالتويست. ابدأ ان انا مثلا الف، ابص على كتفي واتنفس ان اند اوت. طبعا تمرينات البطن في العموم بتقوي المنطقة دي وبتبقى مفيدة للضفيرة الشمسية بتاعتنا. والناحية التانية انهيل، ومع الزفير ممكن حركة تانية وانا نايمة على ظهري، انام على الظهر، اخد رجلي ناحيتي وابدأ ان انا اتويست رجليا الاتنين الناحية الشمال، وافتح ايدي جنبي مثلا واتنفس، يا اما اليمين ارجع تاني واخد خمس انفاس. المايك وقع. I'm back to center. اوكي، كفايه دول؟ التالتة؟ دي التالتة. دي التالتة؟ الضفيرة الشمسية. دي اوكي. اللي فيهم تويست الضفيرة الشمسية. اوكي. اللي قاعدة على الأرض دول. عملت حركة من كل واحدة لو الناس تجرب. كده نقسمها أربع شاكرات. إيه؟ فاضل أربع شاكرا. التلاتة اللي تحت يا شريف دول الفيزيكال، الماديين. الماديين. التلاتة اللي فوق اللي هم العين التالتة والكراون شاكرا. العين التالتة دي قصة. شاكرا تاج والحلق. مهمة والقلب. دول القلب بقى البريدج، الجسر بين اللي فوق الفيزيكال والسبريتشوال. شرفتينا ونورتينا. ميرسي يا شيف، رغيت، معلش رغي فظيع. لا لا، بنستفيد منك. المهم يبقى رغي كلام ليه معنى وموضوع. الرغي كتير بينزل الطاقة. ما انا عارف. افتكرت. عشان كده طاقة الصمت. ميرسي يا ماي. شرفتينا ونورتينا كالعادة. شكرا ماي سقر، أتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف. نكون معاكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.